ازيك يا شباب؟ النهارده هنتكلم عن فورمولا 1. في ناس كتير ممكن تكون سمعت عنها قبل كده او على الاقل شافت شكل العربيه ده او شكل الناس اللي بتلبس اللبس الغريب ده. بس اللي انا متاكد منه ان في ناس كتير ما تعرفش حاجه عن تاريخ فورمولا 1 او عن المنظومه الكبيره جدا اللي ورا الرياضه دي. احنا تيم اي او سي ام، انا محمد، عمر، عبد الرحمن، ضاحي وانصاري، حابين نعرفكم ايه هي فورمولا 1. عارفين تاريخها ومراحل تطورها كويس، عشان كده اول اوت لاين معانا هيبقى بعد كده هنعرف السيزون بيتقسم ليه بالظبط وكل سباق بيتكون من ايه، وهنعرف برضو البطوله نفسها ايه اهم البطولات في الفورمولا 1 وهنتكلم عن اساطيرها عبر التاريخ، وبعد كده هنشوف التيم بيتقسم ليه وهنتكلم عن التاسكس بتاعت اهم اعمده بتشيل الفريق، وفي الاخر هنعطيكم سيفتي ميجرز لانها من اهم الحاجات اللي بيهتموا فيها في الرياضه دي نظرا للاحتماليه العاليه لحدوث تيتا كراشز. واول اوت لاين معانا هيبقى اول بطوله فورمولا 1 كانت سنه 1950، وزي ما احنا شايفين شكل العربيه مش شبه شكل العربيه اللي بنشوفه دلوقتي خالص، مفيش ناس كتير واقفه بتتفرج، وحتى التراك مش شبه التراك اللي بنشوفه دلوقتي، بس دي كانت بدايه الفورمولا 1، كانت بدايه كويسه. اللي كسب البطوله دي كان جوزيبي فارينا عشان يبقى اول بطل فعلي للفورمولا 1 في التاريخ. مع الوقت الشعبيه بتاعت الرياضه كانت بتزيد اكتر واكتر، والاتحاد كان بيحاول ينظمها اكتر، واهم ريجوليشن تشينج جه سنه 1994 لما قرروا ان هيبقى في الفورمولا 1 فيها 10 فرق بس كل فريق ليه 2 درايفرز. وزي ما الريجوليشن كانت بتتغير شكل العربيه كمان بيتغير لحد ما طلعت لنا 2009 بشكلها الجديد. الشكل ده اكتر حاجه اختلفت فيه الايروداينامك اللي كانت بتساعد الدرايفر اللي دلوقتي بتساعد الدرايفر ان هو يتحكم في العربيه احسن بكتير في ظل السرعات المجنونه اللي العربيات بتوصلها. 2014 كانت بدايه العربيات الكهرباء، وطبعا ده اثر بشكل كبير جدا على الفورمولا 1. فلقوا ان احسن انجن يتم استخدامه في عربيات الكهرباء هو الهايبرد انجن اللي بيشتغل بين الكهرباء والبنزين في نفس الوقت، ولان احسن حد كان بيعمل العربيات هايبرد انجن كانت مرسيدس. فمن 2014 لحد السيزون اللي فات مرسيدس كانت بتكسب كل بطولات الفورمولا 1 تقريبا بدون منافسه، لحد ما السيزون اللي فات كان عاده مرسيدس كانت كسبانه لحد اخر ثانيه، ولكن حصلت مفاجاه في اخر تيرن من اخر لاب في اخر سباق، وهو ان ماكس فيرستابن بالعربيه بتاعت ريد بول قدر انه يسبق لويس هاملتون بالعربيه بتاعت مرسيدس، وقدر انه يكسب السباق والبطوله علشان يعلن رسميا انتهاء فتره سيطره مرسيدس على الفورمولا 1 وبدايه فتره جديده هنعرف مين اللي هيسيطر عليها بدايه من السيزون ده. دلوقتي هيكلمنا محمد هشام على السيزون بيتقسم ازاي. هنتكلم دلوقتي عن السباقات. السيزون بيتكون من 20 ل 25 سباق بيتلعبوا على مدار السنه من شهر مارس لشهر نوفمبر. والسباق الواحد بيتلعب على مدار 3 ايام ابتداء من يوم الجمعه والسبت والاحد. هنبدا بيوم الجمعه فيرست داي اوف ريس، بيتعمل فيه حاجتين مهمين جدا، الفري براكتس 1 والفري براكتس 2. طب ايه هي اهميه الفري براكتس؟ الفري براكتس بيساعد الدرايفرز على ضبط اعدادات العربيه وانهم يتعرفوا على اجواء البلد الجديده اللي هم بيلعبوا عليها وحلبه السباق، وبتبقى برضه فرصه للفريق ان هو يحط البلان والاستراتيجي اللي هيمشي بيها على مدار الريس كله. نروح لتاني يوم، يوم السبت. بيكملوا فيه الفري براكتس فيه زي اليوم اللي قبله بالظبط، بس بيحصل في اليوم ده حاجه تانيه مهمه جدا. اليوم ده اللي بيتحدد فيه مكان كل واحد في الدرايف، مكان كل واحد في السباق فين. يعني ايه؟ الكواليفاين بيتقسم على ثلاثه سيكشن مختلفين، كيو 1 وكيو 2 وكيو 3. في الكيو 1 ال 20 درايفرز كلهم بيتسابقوا لمده 18 دقيقه واسرع 15 بس بيصعدوا للمرحله الثانيه اللي هي كيو 2. في الكيو 2 ال 15 درايفرز بيتسابقوا لمده 12 دقيقه واسرع 10 بس بيصعدوا للمرحله الاخيره اللي هي كيو 3. في الكيو 3 الباقي خلاص اسرع 10 درايفرز بيتسابقوا لمده 12 دقيقه، في ال 12 دقيقه دي الثانيه بتفرق جدا في السباق ده وبيتحدد مكان كل درايفر من الاسرع للاخر. نروح لاخر يوم، يوم الاحد اخر يوم في السباق. يبدا السباق وكل فريق عارف ان الاثنين درايفرز بتوعه على مكانهم فين. يبدا السباق وكل درايفر مطلوب منه انه يلف عدد لفات يتراوح ما بين 50 ل 70 لفه على حسب البلد المستضيفه السباق. وبعد كده هنعرف دلوقتي من ضاحي ازاي بيحسبوا البوينت وازاي تكسب السباق. نخش على ثالث نقطه معانا النهارده هو الشامبيونشيبس. ونبدا بنظام البطولات. بطولات الفورمولا 1 مش زيها زي اي بطوله، بتبقى على جائزه واحده بس. بطولات الفورمولا 1 بتبقى على جائزتين، جائزه للدرايفرز وجائزه للكونستراكتورز. وحاليا في الفورمولا 1 بيشارك فيها 10 فرق، وكل فريق من دول بيخش البطوله باثنين درايفرز، والبطوله والفرق دي بتتقسم على حسب الانجن بتاع العربيه لاربع تيمات، وهم تيم ريد بول، تيم فيراري، تيم مرسيدس، وتيم ريد بول. واللي بيكسب بطوله الدرايفرز هو اكتر واحد بيجمع بونص طول السيزون. اما بطوله الكونستراكتورز فاحنا لسه عارفين ان كل فريق بيخش البطوله باثنين درايفرز، فهم بيتنافسوا عادي في بطوله الدرايفرز، بس هنا بيجمعوا البونص على بعض ومش فوق اكتر فريق جاب بونص وبيكسب البطوله.
ودي صوره بتجمع بين كاس من بطولات الفورمولا 1 وكاس العالم، وده بياكد لنا اكتر ان بطولات الفورمولا 1 في اوروبا زيها زي اي بطولات بتاعت مش عندنا هنا في مصر مثلا. ما ينفعش نتكلم عن الفورمولا 1 وننسى الاصليين بتاعتها، الناس اللي حطت بصمه في الرياضه دي وشهرتها، بس برضو مش معروفين كلهم، يعني واحد زي هاملتون او شوماكر او سينا او فريمو، وفيراري زي ما احنا عارفين ان هو اول واحد فاز في بطوله الفورمولا 1، بس حاليا المصدر على بطولات الفورمولا 1 في الدرايفرز هو لويس هاملتون. لويس هاملتون فاز ب 103 سباق وسبع بطولات، اما التيم اللي كان مصدر على بطوله الكونستراكتورز هو تيم فيراري. تيم فيراري كان سابق بكتير جدا عن اللي قبله في البوينتس بكتير في كل البطولات. وطبعا منظومه بالشكل ده وراه شغل كتير جدا احنا مش واخدين بالنا منه، وده اللي انا اعرفه في رابع اول تايم معانا هو التيم كلاسيفيكيشن مع عبد الرحمن. الاف 1 تيم مش مجرد 50% عربيه و 50% درايفر، الموضوع اكبر من كده. كنت تعرف ان عدد الافراد للتيم بيتراوح من 225 بلاي في تيم زي هاس بيوصل ل 69 بلاي في تيم زي فيراري، بيتقسموا على اربع جروب اساسيين هما التيم برنسبل، ريس انجينير، ريس ميكانكس والدرايفر. تعال نشوف التيم برنسبل. التيم برنسبل هو البوس الدايركتور بتاع التيم، كل تيم ليه دايركتور واحد اللي هي مسؤول عن التيم بتاعه، يبقى الاونر بتاعه او امبلوي عند الجارمنت فانكشن هو الديسيجن ميكر. عندنا كده ريس ميكانكس، ريس ميكانكس دول هم الوركرز، بس هي حاجة مهمة جدا هي الاسامبلي اوف ذا كار اول ما يوصل حلبة السباق، بس هي حاجة مهمة جدا برضه هي البيت ستوبس. زي ما اتش عرفنا السباق بيتراوح من 50 ل 70 لفة، فبنحتاج ساعتها نغير العجلة بتاع العربية، لو حصل أي مشكلة في الشاسيه بتاع العربية بنضطر نغيرها لما نخش البيت ستوب. عندنا تيم انجينيرز، دول تيم برين، هم اللي بيعملوا ديفلوبمنت اوف ذا كار في البري سيزون من موتور وايرو داينامكس. في خلال السيزون بيبقى مطلوب منهم ان هم يعملوا يعملوا استراتيجي لكل سباق ويطلعوا الانلايز الداتا اللي بتطلع من العربيه في خلال السباق. لو حصل اي مشكله هم المسؤولين برضه ان هم يطلعوا حل ليها وبيعرضوها على التيم برنسبل اللي ساعتها بيحتاج منه ياخد الفاينل سيزون. عندنا بعد كده الريس درايفرز، مش زي ما الناس كتير فاكره هو مش مجرد سواق في عربيه خالص، هو مطلوب منهم ان هم يعملوا مجهود كبير جدا، مطلوب مش طبيعي. هم 20 درايفر من اعلى الاثليتس في العالم، مطلوب منهم يبقى على درجه عاليه جدا من الفتنس لانهم بيتعرضوا من 4-6 جرافيتيشن الفرصه الطبيعيه اللي بيتعرض لها احنا في اللفه الضغط عندهم في السباق. بيخسروا من 3-4 كيلو من وزنهم في السباق الواحد نتيجه المجهود الكبير اللي بيعملوه. عشان نحافظ على سيرتهم الاتحاد قرر ياخد شويه سيفتي ميجرز هيكلمنا عنها اكتر محمد وصلنا. وصلنا لاخر حاجه في البرزنتيشن بتاعتنا وهي السيفتي ميجرز. واول حاجه عندنا هتكون السيفتي سيل. السيفتي سيل هي اهم واقوى حاجه في العربيه تقدر تحافظ على الدرايفر، لان الدرايفر لو حصل اي اكسيدنت هي تبدا تحميه من اي خطر يقدر يصاب. اكيد هتكون الهيلو، الهيلو معموله من الومنيوم تقدر تستخدم لدرجه ان لو العربيه اتقلبت او العربيه نفسها اتقلبت عليها بتكون تقدر تستحمل والدرايفر ما بيوصلوش وبيبقى سالم جدا. بعد كده هنخش على الهانس، الهانس بتركب في رقبته لان بيحصل احيانا في الاكسيدنت ان بتوصل ان الرقبه ممكن يحصل لها انجريز او تتكسر، فنتيجة كده بيركبوا الهانس عشان الايمباكت تكون بسيط ما يحصلوش اي حاجه. وبنبدا دلوقتي في السوتس، السوتس الكونستراكتور بتبدا تهتم بيها جدا لدرجه ان الدرايفر بيبدا تاخد رايه فيها عشان لازم يكون كومفورتبل فيها، وكمان لازم تستحمل فوق 8000 درجه حراره لمده 10 ثواني عشان احيانا في اكسيدنت توصل ان العربيه بتتحرق، فلازم يقدروا يطلعوه بسلام. وما ينفعش نتكلم عن السيفتي ميجرز من غير ما نتكلم عن الفلاجز، الفلاجز اللي هي بتبدا تسيطر على الريس وتخليهم دايما سالمين. اول فلاج معانا هتكون اليرو فلاج، اول ما اليرو فلاج بتظهر ده معناها ان العربيه لازم تبدا تعلي سرعتها وتكون جاهزه ان هي تقف. بعد كده هتكون معانا الريد فلاج، الريد فلاج دي مهمه جدا لان لازم بنعرف كده الدرايفرز ان في اكسيدنت في الطريق، ساعتها السيفتي كورز تبدا تتدخل فورا ويبدا العربيات كلها تمشي وراها لغايه ما نعالج الاكسيدنتس. وكمان السيفتي كورز اللي عندنا هي مرسيدس اي ام جي والاستون مارتن. وكمان في حاجه كمان بتكون السيفتي كورز دي مهمه فيها ان لو في اي اوبستكلز او في اي زحلقه على الطريق بيبدا هما يتدخلوا برضه نفس الحكايه العربيات بتمشي وراها. ودخلنا للتشيكر فلاج، التشيكر فلاج دي معناها ان الوقت التريننج سيشنز والكواليفاينج سيشنز ده معناها ان هي انتهت. وكده نكون احنا بنوصل لنهايه البرزنتيشن بتاعتنا خلاص. دي بعض الافلام عن الفورمولا 1 اللي لو شفتوها هتفهموا احنا ليه بنعشق الرياضه دي. ودي كيو ار كودز لو حد عايز يعرف كل الفلاجز او حد عايز يعرف ليه الهايبرد انجن احسن من الانجن اللي قبله. وده طبعا شويه افلام اكتر عن الفورمولا 1 لان افلام الفورمولا 1 بحر ما تخلصش. ودي الكرنت سيزون ستاندنجز لو حد عايز يبدا يتابع الرياضه من السنه دي. كان معاكم تيم 8 و 3 ام، ثانك يو فور يور اتنشن.